وطني. حركة النهضة لما تطرح حوار وطني خرجت من الحكم وبالانتخابات وشارك في انتخابات مرة ثانية، جاءت حزب ثاني ورطت بذلك، ورغم اللي الحزب الأول نداء تونس تفكك قالت نحن لا الشعب ما انتخبناش رقم واحد، الحزب الأول هو يقعد يحكم. طيب يا سيدي يعمل كيما محمد جبالي، محمد جبالي كان أنجح منه بالمناسبة لأنه حسن في الوضعية الاقتصادية متاع تونس. طيب أنت أسوأ بكثير من محمد جبالي، محمد جبالي لم يكن سيئا باش ما نقولوش أسوأ لأنه كان المقارنة بين أسوأ، لا صح أنت هو أفضل نسبة نمو في فترة جبالي. نعم فأنا ما نقولش أسوأ بكثير، هذا شخص فاشل ونقطة الستر. على نزيدوه عام وعامين اللي يحب يزيدو زيدو مبروك عليه، ولكن أنا نقول راه هذا في مش في مصلحة التوانسة. نحن ما احناش باش نخليه، على الأقل ما احناش باش نكونوا شهد زور، يلزمنا كل يوم نذكروه نقولوا له أنت منقلب وأنت فاشل وأنت قاعد معناها تضيع في ثروة التوانسة وقاعد تكرس في الفساد في البلاد وقاعد تكرس في الظلم على المقهورين بتاع التوانسة، ونحن ما احناش باش نسكتوا له. هو وعد بالقضاء على الفساد والمجرمة. خلينا نشوف الصفقات اليوم اللي تعطي فيها حكومة قيس سعيد لشكون قاعد ياخذ فيها؟ شكون قاعد يراقب في التصرف في الأموال بتاع الدولة اليوم؟ لا مؤسسة، ما ثمش مؤسسة. إيه خلاص إذا كيفاش باش تقول لي أنا باش نعطيه؟ يعني إيش يعني قطوس في شكارة يعني؟ أصلا نحلوا شكارة حتى قطوس ما احناش باش نلقاوه. نعم. فين هازز التوانسة هذا؟ مطلوب نصبر عليه يعني؟ يا خويا اللي يحب يصبر يصبر. نحن ما احناش باش نكونوا شهد زور، وسننطق بالحق ونطقنا به وباش نواصلوا هكا حتى لين الشعب التونسي يقدر ويقرر وسيختار. كان نحن على حق أتو يقف معنا، كان ما احناش على حق تو مش مشكل خليه يلعن التاريخ، اما نحن نقدر اننا على حق وان هذا الرجل منقلب ومنقلب فاشل ومستبد وهو يضيع في ثروة التوانسة ويظلم فيهم وقاعد يمهزل في صورة تونس. معناها قبل واحد كان يخرج تقول له انا من تونس تونيزيا وكذا، تو فين تحشم باش تقول انا تونسي مستبد؟ لكن ثم مجال نتاع حريات، مش على كيفه مش على كيفه. هذه حريات كسبوها التوانسة بالدماء متاعهم والشهداء متاعهم، والتوانسة الكل بالمناسبة دون استثناء، والتوانسة هم اللي قاعدين يدافعوا على الحرية متاعهم. ولو كان بيده قيس سعيد راهو نصب المشانق للناس الكل. وهذا يفش قاعد يقول أخي نهار 25 ليلة 25 جويلية ليلة تلك الليلة السوداء. نعم. ما قالش أنا سأقابل معناها كل خرطوشة بوابل من الرصاص بعديك تراجع عليها. أخي ما هددش الناس بالدم، ولو كان قادرا على ذلك لفعله. هو الإشكال في الكلمة هذه، يقول لو كان عندهم حد أدنى من ماء الوجه ينقرضوا. هنا المشكلة يا أخي سعيد يحب يعيش بغير معارضة ولا شنين؟ وبالطبع هو يرى نفسه حاكما مطلقا، هو في النظرية متاعه تفويض إله، هو يتحدث على نوع من هذا بعض المفسرين متاعه، يقول يجب تكون علاقة مباشرة بين الإله وبين المعبود والعابد، معناها بين الحاكم والمحكوم بدون توسط. يحب شخص يحكم والشعب قدامه، ويقول انا اعبر على الاراده الشعبيه، على الاراده الشعبيه. هذه راهو ما شفناها كان في الكنيسه الكاثوليكيه، اللي رجل الكنيسه معناها في نظريه الحلول نتاعهم انا يحل فيه الاله نتاعهم. نعم. وهو يتحدث بسم الله، والبقيه رعايا يلزمهم يسمعوا ويتبعوا الكلام المقدس. على كل حال شوف خلينا نتفقوا، قيس سعيد ماهوش مشكله، انا لا اقدر ان هذا المنقلب يعني سيطول بقاؤه على تونس، وإذا كان طال فهي الكارثة، لأن يعني المشكل التوانسة باش يجوعوا حقيقة. المطلوب منا نحن الذين الناس اللي قاعدة تعرف في قيس سعيد أنها ترتقي إلى مستوى تطلعات التوانسة، لأنه عيب. وهذه من مشاكل التوانسة أنهم في الثورة أعطاوا الأمل متاعهم في النخبة السياسية وخرجوا صوته، ولكن للأسف وبعد عملية التشويه اللي تعرضت له كل المعارضة وكل مسار ديمقراطي، معناها كان عندهم أمل في هذا الرجل في قيس سعيد، ولكن بسرعة في أقل من سنة تخيب لهم ظنهم. إذا كان الأحزاب الديمقراطية والديمقراطية خذت 10 سنين باش التوانسة ضجوا منها مع ماكينات متاع متركاج، ورغم ذلك بقات نسبة محترمة وإن كانت ضعيفة، فالرجل هذايا معناها خيب ظن أوسع فئة من التوانسة، أوسع فئة منهم بداية من الناس صوتوا له. نحن كنا من الناس اللي صوتوا القيس سعيد، وحزامه الحقيقة يتفتت. هو مش يتفتت، هو قاعد يبعت فيه، هو ينفر، لا يقبل احدا ان يقبل منه.
طيب كيفاش باش يحكم بلادك؟